الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يمسيه بالخير جميعا. يعني استغربت أنا باليومين الماضيات لما أحد إخواننا المتصلين، كنت أنا لابس قميص الأزرق وسألني، يعلق يعني من جملة المداعبات اللي تحصل على الفيسبوك إنه أنت فيصلاوي. قلت له لا، أنا لابس أزرق بس القلب وحداتي. بصراحة أنا ما كنت أعرف أو متلمس هذا العمق في الشرخ الموجود، يعني ما كنت لامس وجود ثقافة الفصل ما بين الشعب الواحد الأردني والفلسطيني. الاستهجان وين حصل؟ إنه محمد نوح أردني، وكيف الأردني يشجع نادي فلسطيني؟ هو السؤال، إحنا لهذه الدرجة وصلت التقسيمات فينا؟ احنا لهذه الدرجة صار هذا النادي اسمه نادي فلسطين وهذا النادي اسمه نادي الأردن، واحنا كلنا عايشين في ظرف واحد وعايشين في بلد واحدة؟ احنا لهون العمق استطاع المستعمر، بغض النظر مين هو المستعمر، واستطاع المتنفذ بغض النظر مين هو المتنفذ، انه يقسمنا جوا البيت الواحد. يعني التقيت أنا مرة في شباب نادي الوحدات كانوا في سفر، التقيت فيهم في المطار وتصورت أنا وياهم، وصار استهجان. كيف تتصور مع الوحدات؟ هو الوحدات إيش مشكلتها؟ مش هو نادي أردني يدعم من قبل وزارة الشباب؟ مش هو نادي مسجل؟ استغراب أن يكون إنسان خلينا نسميه من شرق النهر أردني ابن بلد يقف مع نادي أو يشجع نادي، علما هو الموضوع كله جاء بسبيل الدعابة وقلت أنا مداقرة بالفيصلاوية. يعني الموضوع كله بدأ بنوع من الفكاهة. لكن حتى تعرفوا شغلة، إنه في ناس كثير داخل بلدنا يحب أن يثير النعرة الطائفية العنصرية أردني فلسطيني. اليوم قبل ما نقول أردني فلسطيني وحدات وفيصلي، تعال نشوف الفساد. إذا بنحكي بالجد، تعال نشوف الفساد، تعال نشوف الغلاء، تعال نشوف الأسعار، تعال نشوف الإنجاز اللي قاعد بيتم، تعال نشوف الملايين والمصاري والعطاءات تعال نشوف مشاكل البلد. والله لو نذكر الدين كما نذكر نوادينا الرياضية ما صار فينا اللي صار. والله لو نذكر الأقصى وفلسطين كما نذكر نوادينا الرياضية ونتحزب لها بهذا الشكل ما بنوصل لوصلنا. ما كنت أنا تفاجأت أن يكون عمق التقسيم ما بين أولادنا. إحنا إيش اللي بنربي أولادنا عليه معناته؟ يعني إيش المنطق اللي بنربي أولادنا عليه؟ وبعدين أفرض أنه نائب يعني قال أنا مع الوحدات ولا أنا مع الفيصلي، إيش المشكلة؟ احنا كم شخصية إلا بالعربي؟ يعني خلينا أسأل بس إخواننا اللي بيثيروا مثل هذه القضايا، وإن كانوا قلة لكن مع الأسف لهم صوت. احنا إيش من ربي أولاد عليه؟ احنا كم شخصية إلنا؟ شخصية الأردني وشخصية الفلسطيني وشخصية لما نجتمع مع بعض، وشخصية من ربيها لأولادنا، وشخصية من ربيها مع الناس. هذا التقسيم اللي قاعد بيتم بقول هو لازم ينتهي، لكن كيف ينتهي وإحنا قاعدين من صب الزيت على النار. اليوم أنا بس قرأت تعليق كنموذج بيقول بعد ما أعلنت إنك أنت وحداتي أنا بطلت أصدق منك ولا كلمة. هو إذا بكون أنا وحداتي شو علاقة هذا بالدين؟ أفرض أنا يعني متدين وحداتي ولا متدين فيصلاوي، هو الدين في دين للوحدات ودين للفيصلي؟ وإحنا رجعنا أيام الأوس والخزرج والجاهلية الأولى. أنا مش بلوم حدا بقدر ما بلوم طريقة التربية من رب أولادنا عليها. البلد بلدنا جميعا، وعدونا والله مشترك، والغلا والله على الجميع. الناس اليوم في غلاء، الناس اليوم في ضيق، الناس اليوم مخنوقة، الناس اليوم تعاني. مش الأمرين، زمان كانوا يقولوا أمرين، يعانوا الأمرار كلها اليوم. ولسه في ناس عقلية يقول لك وحدات وفيصلي وشمال وجنوب وأردني فلسطيني.
الكلام هذا. وبعض الناس بيقول لك لا هو وحداتي عشان يكسب اصوات. يعني لما يوصل فينا المستوى، انا مش بدافع، انا فقط قاعد بحط ايدي على جرح. ترى الجرح كبير اذا وصلت لاردني فلسطيني. لما نروح نعبي بنزين ما بقولش اذا انت اردني بنعبي لك ب10 دنانير، واذا انت فلسطيني الغلاء عليك انت لحالك، ولا ما حدش بيقول هيك. الخبز على فكره كلنا اسعار واحده. انا بدي اقول نتق الله عز وجل في انفسنا. لما قال النبي عليه الصلاه والسلام دعوها فانها منتنه، لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من دعا الى عصبيه او مات على عصبيه، ان يستغرب بانه اردني يكون بيشجع نادي وحداتي ولا نادي مو. حتى الوحدات اظن فيها اردني وفلسطيني، يعني نفس اللعيبه نفسهم فيهم اردني وفلسطيني. الموضوع في حق كبير على البعض المواقع اللي تتصيد حتى تثير نعرات وتثير تقسيم وتفريق ما بيننا. احنا الاصدق من هذا كله قول الله عز وجل وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. لما نروح نشجع ريال مدريد وبرشلونه بصيش بيننا زعلات، لكن لما نقول اردني فلسطيني لا 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 يليق فينا، لا يليق فينا جميعا، ولا يليق ان تاخذ هذه الضجه والمواقع وصرح وحكى ووجه سؤال الى فلان وعلان انه نكايه او مكايده. الامور ما بيننا اعمق، لكن مع الاسف يظهر فيه مستفيد ما زال موجود من التفرقه ما بين الاخوه، والتفرقه بين الاهل، والتفرقه بين القرايب. واللي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اصدق القائلين، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وإيقاظ الفتنة أن تختطف بعض الكلمات ليصاغ منها قصة جديدة. إحنا قصتنا واحدة، وقصتنا مش بيننا، قصتنا مع اللي سرق ونهب واستفاد، وقصتنا مع الذي ليس له في بلدنا إلا البقرة الحلوب، بيجمع حليباتها وبروح يشربهن برا. هذا اللي قصتنا معه. قصتنا مع الفاسد، قصتنا مع اللي قاعد يمتطي ظهور الفقراء والمحتاجين. فعشان هيك انا حاب اختم معكم بس انه بلدنا ان شاء الله بلد واحد، وربنا سبحانه وتعالى يديم علينا خوتنا ومحبتنا وامننا، وربنا يحفظ جلال سيدنا يظل خيمه على الكل ويظل عباته فارشه على الكل، وربنا سبحانه وتعالى يجمع القلوب ويصفي النوايا. بس ننتبه أولادنا، ننتبه أولادنا، وننتبه إنه ما نخلي الرياضة اللي بقول لك روح رياضية واللي بقول لك إنه يعني لعبة، ما نخلي بد ما تكون اللعبة في الملعب تصير اللعبة علينا إحنا. ما نخلي اللعبة بدل ما هي كرة قدم تتدحرج أصبحت قلوب تتدحرج. ربنا يحفظ بلدنا، يحفظ جلال سيدنا، ويحفظكم جميعا. وإذا كانت الرياضة ستفرق بلا من الرياضة، وإذا كانت الرياضة بدها تعمل شرخ جوا المجتمع سكرها أحسن. راح يظل الرياضة لعبة وفي محلها، هي لعبة اسمها، ويبقى ديننا للكل ووطننا للكل وللمتصيدين في كل مكان. بنقول لهم ان شاء الله شعبنا وناسنا اوعى من كل اللي بتحاولوا توصلوا له. وحدتنا واحده، وبلدنا واحد، وملكنا واحد، وبالمقابل همنا واحد، وجوعنا واحد، وفقرنا واحد، والقادم علينا ان شاء الله كلنا بنوقف ضده ان شاء الله. الله يحفظكم جميعا ويطول اعماركم. وانا يعني اشهد الله اني مسامح لكل واحد أساء، لأنه هو بدل على أنه مسكين. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وأما الأغلبية والأكثرية اللي
قلوبهم ما زالت ايد واحدة، فان شاء الله ربنا بيثبتنا، لانه هذا البلد لازم يظل قوي، وهذا البلد راح يبقى ان شاء الله بغض النظر عن الظرف اللي عايشينه. الله يحفظكم جميعا، بارك الله فيكم، والله يمسيكم جميعا بالنور النبي.